Selamun aleyküm değerli dostlarım. Herkesin duası olarak inşallah tekrar hoş geldiniz. Yine bir dua videosuyla inşallah sizlerle beraberiz. Bugün de sizlerle beraber pazartesi günü okunması gereken duayı hep beraber dinleyeceğiz. Ve inşallah hepimiz bundan istifade edeceğiz. Yine buyurulduğuna göre kim bu duayı pazartesi günü okursa isteği inşallah geri çevrilmez diyorlar arkadaşlar. O yüzden bizler de inşallah bu duayı her pazartesi günü elimizden geldiği kadar okumaya gayret gösterelim. Ve Rabbim de bizim dualarımızı kabul etsin diyelim. Şimdi ben burada bir kere Arapçasını okuyayım. Daha sonra anlamını okuyayım ve daha sonra da duamızı dinlemeye geçelim. Allahümme ihdini fihi li salihil e'mali ve gdili fihil havaice vel emel. من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين. Evet, anlamı da bu şekilde arkadaşlar. Allah'ım bugün de beni salih ameller ile hidayet eyle. Bugün de beni istek ve arzularımla kavuştur. Ey açıklamaya ve sormaya ihtiyacı olmayan, ey alemdekilerin içinden geçenleri bilen Rabbim, Hazreti Muhammed'e ve onun tertemiz ehli beytine rahmet eyle. Evet, inşallah çok güzel bir duamız arkadaşlar. Şimdi ben bu duayı 14 kere okuyacağım. Siz de inşallah benimle beraber tekrar edin, dinleyin ve hepimiz bundan istifade edelim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واغضني فيه الحوائج والأمال من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واغضني فيه الحوائج والأمال من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واغضني فيه الحوائج والأمال من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واغضني فيه الحوائج والأمال من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واغضني فيه الحوائج والأمال من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واغضني فيه الحوائج والأمال من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال
يا عالما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واغضني فيه الحوائج والأمال. من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واغضني فيه الحوائج والأمال. من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واغضني فيه الحوائج والأمال. من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واغضني فيه الحوائج والأمال. من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واغضني فيه الحوائج والأمال. من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واغضني فيه الحوائج والأمال. من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واغضني فيه الحوائج والأمال. من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واغضني فيه الحوائج والأمال. من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. Evet değerli dostlar, bu şekilde inşallah Palasyon duamızda hep beraber dinledik.
Rabbim istifade etmeyi hepimize inşallah nasip etsin. Dediğim gibi bu duayı inşallah her pazartesi günü elimizden geldik okuyalım, dinleyelim ve Rabbimizden isteyelim, elimizi açalım ve ne istiyorsak Rabbimize arz edelim. Rabbim de inşallah samimi bir şekilde yapılan duala biliyorsunuz geri çevirmeyecektir. Ve inşallah bu dualarımızı kabul edecektir. Ve sizin tüm istekleriniz de inşallah gerçekleşecektir. İnşallah bir sonraki duada tekrar görüşürüz. Bize destek için eğer videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olsanız ve bir yorum atarsanız çok seviniriz. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.